بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي واحد من الإخوة سألني على موتور متاع 405، عنده موتور الأبيض هذاك بنسموه احنا أبيض، ما فيه من 6 شفو وفيه من 6 شفو، يعني باش نحب نحي الموتور هذا وركب موتور متاع 205 جونيور. يعني يسألني فيه نجم نركبهم ولا لا. هو ال 405 بالذات فيهم نوعين، فيهم الموتور هدايا هو الأبيض، وفيهم موتور لك حلي هو تنوري لكم شوية آخر. إنما في القوة يكونوا اثنين كيف كيف، هذا هذا 6 شفو والآخر 6 شفو. أما في يعني إذا كان باش يركب لازم يركب اللي هو موتور 405، تو نوريه العلامة نتاعو اللي باش يقام فيهم، كما هدايا توريته هنا هدايا نتاع 405 تلقى فيه فما الكربتير كبير وفما الكربتير كبير دوبل كور وفما الكربتير صغير تلقاه هكا كور سامبل. في ال 205 زاد كيف كيف لازم يلقى نفس العملية اللي هو يسميه هو 205 جونيور. هو منظره من برا كي 205، يعني شكله من برا كي 205، لكن من الداخل هو قوي 6 شفو، لأن فيهم 4 شفو وفيهم 5 شفو وفيهم 6 شفو بالنسبة للموتورات الجونيور، سموه جونيور 205 جونيور، لأن فيهم 1.4. بالنسبة إذا كان هو يحب يبدل العملية هذه، راهو العملية صعيبة شوية بالنسبة للميكانيك. الكتريك سهل، مش قضية في الكتريك، ديما الكتريك سهل، الماء ديريتير الدنيا كلها سهل. في الميكانيك صعيبة شوية، لأن الموتور هذا ماهوش نفس البوات، هو والموتور الجينيور ماهمش نفس الكاردونات، يعني ماهوش نفس السيبورات، يعني يختلفوا، يعني مش نفس التيب نتاع الشاكمون، فيهم حاجات يعني اللي هم مش كيف كيف. إذا كان هو عن فما إمكانية باش يركب باش ياخذ العملية هذه من سيارة كاملة موجودة عنده، مثلا سيارة 405 فيها موتور يشبه الجينيور، ينجم في الحالة هذه ينجم يعمل العملية، ياخذ موتور كامل بكاردوناته بديريتاته ببواته بكله كامل، ينجم يحطه في 405 نتاعه هو. أما إذا كان باش ياخذ موتور 205 كما اللي باش نوريه لكم، راهو من العملية ما تجيش صحيحة والتعب. أنا أعطيتكم فكرة تو عن الموتور هذايا الأبيض اللي هو نسموه احنا موتور أبيض، اللي هو أربراكام الفوق نتاعو هكا يجي وحده أبيض، وفما الآخر موتور جينيور، خاطر هذايا بالباستيل دي ريكلاج، والآخر بالرومب بالرومب كمبيوتر. هذايا فما منهم النوع هذايا، فما منهم 6 شفو اللي هو من غير مكيف كما هذا، هذايا بدون مكيف، هذا فيه أسيستي وفيه ألترناتير فقط، وفما نوع آخر يجي بالمكيف وكارتير ألمنيوم، هذاك يسمى 6 شفو. هذا موتور 405 اللي هو موتور 404 بنزينة، صافي 405 بنزينة، هذا اللي هو 6 أحصنة. يعني موجود، هذا موجود في عدة سيارات، موجود في 306 في 306، موجود في 405 في 405، موجود في عدة سيارات، حتى في 406 خرج منهم، خرج فيهم أما يعني انجكسيون، وخرج زاد في 605 أما انجكسيون. اختلفوا في القوة، فما منهم 9 شفو فما منهم 9 زوايل فما منهم عدة أنواع. توا باش نوريكم الموتور نتاع الجونيور وشنو الفرق اللي لازم يفهمه السيد اللي سأل السؤال. الجونيور اللي نحكي عليه اللي هو يسأل عليه السيد هذا، اللي هو يعني فما منهم 106 وفما منهم يعني فما منهم 106 فما منهم 205 اللي هو 205، وفما منهم عدة أنواع موجود فيهم في 206، أما يفترقوا في القوة. إذا كانك أنت باش إذا كان الإنسان باش يبدل الموتور كما هذا بدل اللي وريته لكم الأولاني، لازم يدور على موتور 6 شفو اللي هو كان راكب في 405 دوريجين، باش يعرفه في الموديل يلقى الكربتير دوبل كور، يلقى الكربتير كبير دوبل كور، يعني ما يلقاش كربتير صغير فيه، كان لقى كربتير صغير وهذاك 4 شفو ولا 5 شفو. شوية على 405، شوية على 405 ما يهزهاش، شوية كربتير دوبل كور، وقال لي إيه سامبل كور، إنما الكبير كما رأيت لكم في الموتور الأبيض، خاطر موجود في 306 306 وموجود في 405، وهو نفسه لما تشوفه تقول جونيور، تقول كأنه متاع 205، وهما لا، مش نفس القوة، نفس المنظر ونفس البياسات، لكن في القوة من داخل في الشميس بيستون مش كيف كيف. والبوات نتاع الجينيور اصغر من البوات نتاع الموتور الابيض 405. ولهذا الانسان اذا كان باش يعمل موديفيكاسيون لازم يقرا حسابه، ان هو راهو الكاردونات والبوات والموتور كله مش كيف، اذا كان باش يعمل موديفيكاسيون من الموتور هذاك للموتور هذا. خاطر السيد سال توا
قال لي باش نعمل موديفيكاسيون باش نركب موتور جونيور. موتور جونيور لازم يكون 6 شيفو. اذا كان ما يكون 6 شيفو راه ما يمشيش معاه، لان 405 لان 405 او 405 زينه ارزل من من 205 اللي هي 205. فهمتم؟ ولهذا الانسان لازم يخمم قبل ما يعمل. كما قلت لكم اذا كان عنده سياره كامله باش ياخذ منها كل شيء ينجم، سينو مش لازم يعني يعمل العمليه هذه ويبهدل روحه وما يوصلش النتيجه اللي يحب عليها هو. اذا كان يلقى فما امكانيه باش يلقى موتور كامل اللي هو نتاع 306 او 405 اصلي دوريجين كما كان فيها ينجم وقتها ياخذ الموتور ويكون بالبوات نتاعو والكاردونات وبعض حاجات اللي هم تابعينها باش ما يتعبش. انما بالنسبه للالكتريك كلها سهل، ماهيش قضيه في الالكتريك. ان شاء الله تنفعكم العمليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.